شبكي ليش وقفتي؟ ما معنا شي غطي وشي فيه. ليش؟ اي والله خايفة يقيم أبي قيامتي على هالمنظر. زبيدة شبكي؟ انت معي لا تخافي. يلا امشوا. خير اللهم اجعله خير. مين بده يجينا بهالوقت؟ خير ان شاء الله. انا رح اشوف مين. امي سعيد اسال مين قبل ما تفتح. زبيدة امي توبريني شو توبري قلبي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عمري يا حبيبتي. اشتقت لك يا عمري. وانا يا عمري وانا يا حبيبتي. شو صبحي ما بدك تسلم علي؟ الحمد لله على السلامة يا اختي. الله يسلمك اشتقت لك. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. مشان خاطري اخي ما تحكي شي هلأ مع زبيدة. شو عليه؟ صباح رباح. اطلعي على وطيك الصبح منحكي. ما في خواص صبحي. هاد انت من يوم يومك نقوزي وخلاقك بروس مناخيرك. مين الخانون؟ بنتي. بنتي؟ مثل بنتي. وإذا في عندك مانع ما رح واخذك لأني بعرف طبعك منيح. من هلأ صبحي أنا جاي أقعد بحصتي ببيت أهلي. مو هاد بيت أهلي؟ الله يهديك على الحكي. شو حصتك ما حصتي؟ هذا البيت إليك من بابه لمحرابه. الصدر إليك والعتبة إلنا. بس عن جد مين الخانون؟ قلي له شو اسمك؟ أنا اسمي صباح يا أفندي. خدامتها لزبيدة خان. خدامتها؟ أيوة. أبي؟ إيه أبي. طلع على أوضتك. الحمد لله على السلامة يا عمتي. الله يسلمك تقبرني. صباح الخير يا أبي. أنت من أهله. صباح خدي الأغراض وطلعي لفوق يلا. حاضر. اللي بتعمليها لك اختي شلون بتمشي زبيدة بهالمنظر كأنه بنت داشرة؟ ايوة منظرة مثل منظري انا داشرة يعني؟ بدك تضلي وقفتي لي على الدقرة. يلا الصبح بنحكي. طلعي ارتاحي اختي. اهلا وسهلا فيكي. ماشي تصبح على خير اخي. انتي من اهله. حصيت البيت كمان. القى يا صبحي إذا بتلقى. يعدمني ياكن هالشلفي. الله معكم حبيباتي. الله معكم. ديروا بالكم على حالكم ها وما تعذبوا أمكم. اسمعوا الكلمة. حاضر. الله معك. السلامة تقول. الله يرضى عليك. الله معكم. الله يرضى عليك. الله يحمي. السلامة. بخاطركم. مع ألف سلامة. تعولنا. الله موفقين يا رب. مع السلامة. أمي ما بعرف. أمي ما بعرف. كأنه المراجيح العيد. شو اليوم عيد أمي؟ إيه اليوم عيد.
كما يحتفل الفتى بزفافه، هكذا احتفل هذا الشهيد بمشنقته. فما دعي إلى ارتقائها حتى صاح بشركائه فيها: هلموا أيها الإخوان، إنها أرجوحة الأبطال.